شكرا للزميل الكريبي بن جابر المري. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تستمر المنافسات والتحديات على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن هذا السباق المحلي التاسع في آخر أيامه. مشاهدينا الأعزاء، نشهد هذه الانطلاقات المميزة والتحديات الجميلة الخاصة لسن الحيل والزمول. على بركة الله تعلن بداية انطلاقة شوطنا الخامس، وهو شوط خاص للحيل من مسافة 8 كيلومترات. نسير مع المركز الأول، نتابع مقدمة هذا الشوط ومن تحتل المركز الأول وتتصدر على هذه الأسماء المشاركة والمنطلقة. نتابع مشاهدي الأعزاء أول المراكز وأول التحديات، الدوحة لسالم بن حمد بن سالم بن جهويل المري على أول المراكز، بينما المركز الثاني جلمودة لسلطان بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي مع ثاني المراكز يقدم لنا جلمودة، بينما النقلة مباشرة إلى ثالث المراكز مزنة لعبد الله بن زيد بن ديله المري يشارك بمزنة في ذات المراكز، بينما رابع المراكز ورابع الأسماء من الجانب الآخر وصلت الأسماء، وصلت الشعارات المميزة تغطية تشارك وتنطلق في رابع المراكز لراشد بن حميد بن حارب المهيري، بينما المركز الخامس نتابع على خامس المراكز في هذه اللحظات من الجانب الآخر من تتقدم. مشاهدي الأعزاء، سيطرة لعبد الله بن سعيد بن بجاد الهاجري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء لمراكزنا الخمس الأولى، ونعود بحضراتكم إلى أول المراكز أول التحديات. نتابع شعار الفلاحي يغير في هذه اللحظات ويحتل المركز الأول، يقدم لنا جلمودة سلطان بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، بينما ثاني المراكز تتواجد مشاهدي الأعزاء مزنة لعبد الله بن زيد لعبد الله لمحمد بن عبد الله بن زيد بن ديله المري في ثاني المراكز يقدم مزنة، بينما المركز الثالث المركز الثالث التواجد مشاهدي الأعزاء والانطلاق من قبل مشاهدي الأعزاء تغطية لراشد بن حارب لراشد بن حميد بن حارب المهيري، بينما المركز الرابع المركز الرابع تصل مشاهدي الأعزاء وتنطلق فيه في هذه اللحظات تتواجد مشاهدي الأعزاء شعار بن جهويل، شعار بن جهويل يقدم لنا مشاهدي الأعزاء تغطية، وهنا أيضا نتابع المنطلقة مع رابع المراكز، هذا هو شعار بن جهويل مع الدوحة لسالم بن حمد بن جهويل المري، بينما المركز الخامس اللي خطفت المركز الرابع في هذه اللحظات وتتقدم في سيطرة لعبد الله بن سعيد بن بجاد الهاجري، بينما خامس المراكز شعار بن جهويل يعود مع خامس المراكز بالدوحة سالم بن حمد بن سالم بن جهويل المري. إذا مشاهدي الأعزاء، نذكر لجميع المتابعين قناة الريان بأن أفضل توقيت في هذا اليوم مع الجليلة لعبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحيم بخش الفائزة في الشوط الأول مع الجليلة، وأيضا مسجل أفضل توقيت في هذا الصباح 12 دقيقة 37 ثانية و3 أجزاء من الثانية. نهني أبناء المملكة العربية السعودية وأبناء مكة المكرمة على هذا الإنجاز الجميل مع الجليلة صاحبة التوقيت المميز والتوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم. نعود إلى مزنة، مزنة بن ديل على الصدارة، مزنة لمحمد بن عبد الله بن زيد بن ديله المري على أول المراكز، يقدم لنا مزنة في انطلاقاتها وتواجدها في أول المراكز، ولكن جلمودة سلطان بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي القادم مشاهدي الأعزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة هنا في هذا الميدان، يقدم جلمودة في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث تغطية لراشد بن حميد بن حارب المهيري، بينما المركز الرابع يعود شعار بن جهويل، شعار بن جهويل أحد الخبراء في عالم التضمير يقدم الدوحة سالم بن حمد بن سالم بن جهويل المري، بينما المركز الخامس هذا هو شعار الهاجري مع سيطرة من تسيطر في خامس المراكز لعبد الله بن سعيد بن بجاد الهاجري. هذه
النتيجة مشاهدي العزاء. وصل شعار بن حفار، وصل شعار بن حفار، يا مرحبا بهذا القدوم مع ظن، هذه ظن صاحبة الإنجازات. حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري ينضم إلى دائرة النداء مع المراكز الخمسة الأولى، مقدم لنا الظن المنطلقة في خامس المراكز في هذه اللحظة. إذن مشاهدي العزاء نعود إلى مزنة، مزنة لا زالت مسيطرة في مقدمة هذا الشوط. مزنة العايدة ملكيتها محمد بن عبد الله بن زيد بن ديله المري مع أول المراكز، بينما المركز الثاني، المركز الثاني جلمودة سلطان بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، والقادمة في هذه اللحظات الدوحة، الدوحة لسالم بن حمد بن سالم بن جهويل المري، بينما المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظة شعار بن حفار، مقدم لنا ظن حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، بينما المركز الخامس، المركز الخامس تغطية لراشد بن حميد بن حارب المهيري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، هناك أسماء وشعارات لن يحن موعد تواجده في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. نعود مشاهدي الأعزاء إلى مزنة، مزنة لا زالت مسيطرة، لا زالت مسيطرة وتقود هذه الأسماء خير قيادة وانطلاقة رائعة في مقدمة هذا الشوط لمحمد بن عبد الله بن زيد بن ديله المري، بينما المركز الثاني وصلكم بن حفار مع ظن حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري مع ثاني المراكز يقدم لنا ظن، بينما ثالث المراكز جلمودة من الجانب الآخر سلطان بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، ورابع المراكز مشاهدينا الأعزاء من تتقدم وتتواجد في تغطية راشد بن حميد بن حارب المهيري، وخامسا نتابع الدوحة سالم بن حمد بن سالم بن جهويل المري. هذه نتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، وهناك شعارات قادمة لا محالة ما بعد المراكز الخمسة الأولى، ولكن نعود مع هذه التحديات، مع هذه المنافسات الشيقة على أرضية ميدان الشحانية ضمن هذا السباق المحلي التاسع في آخر أيام وفي آخر سباق في هذا الموسم، آخر السباقات المحلية، ويسدل الستار على هذا الموسم بعد مهرجان أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، ثم درهام التحدي. نتابع ميدان التحدي يشهد هذه المهرجانات والسباقات المميزة بدعم جميل. إذا مشاهدي الأعزاء نعود إلى مزنة، مزنة لا زالت مسيطرة، محمد بن عبد الله بن زيد بن ديله المري، ولكن وصلت في هذه اللحظات جلمودة، جلمودة لسلطان بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي مع ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز والثالث الأسماء تأتي ظن حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، وعلى رابع المراكز هذه الدوحة سالم بن حمد بن سالم بن جهويل المري، بينما خامس المراكز نتابع تغطية راشد بن حميد بن حارب بن حميد المهيري. يا سلام يا سلام، وصلت الأسماء، وصل شعار في هذه اللحظات فرج بن مبارك بن فرج بن حفيظ المري مع الفائزة القادمة في هذه اللحظات والمعلنة لهذا التحدي، وكذلك الوصول من الشبلة، الشبلة تصل بشعار بن سالمين، يتواجد حمد بن محمد بن حمد بن سالمين المري. هذه المراكز الخمسة الأولى أعلناها على مسامعكم مشاهدي الأعزاء عبر كوادر قناة الريان، مع تحديات الكبار، تحديات الحيل ومنافسات الثمانية كيلو مترات. نعود إلى مزنة، مزنة لا زالت مسيطرة يا بن ديلة، لا زالت محافظة على المركز الأول. ركز مع مزنة، محمد بن عبد الله بن زيد بن ديلة المري يتواجد في هذا الموقع المستهدف لاختطاف ناموس هذا الشوط مع مزنة، ولكن شعار الفلاحي، شعار الفلاحي هنا يلازم مزنة مع جلمودة لسلطان بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، يقدم مشاهدي الأعزاء جلمودة، والقادمة في هذه اللحظات تصل الفائزة تريد الفوز والناموس لفرج بن مبارك بن فرج بن حفيظ المري مع هذه المراكز، وشعار بن سالمين مع الشبلة حمد بن محمد بن حمد بن سالمين
المري القادم مع رابع المراكز، بينما خامس المراكز نتابع مشاهدي الاعزاء القادمه والمتسلله في هذه اللحظات. وصلت الاسماء، وصلت الشعارات، وصلت الاسماء الكبيره. نتابع شعار بن قريع القادم في هذه اللحظه، يقدم لنا هملوله محمد بن حمود بن صالح بن رجل السهلي القادم لاول ندى مع خامس المراكز. ولكن 1500 متر يا مشاهدين، يا متابعين، يا مشاركين، يا من يتابع هذه الرياضه، نعود الى جلموده على الصداره، جلموده على المركز الاول. يا سلام يا سلام يا جلموده، جلموده ومزنه، مزنه وجلموده في موقع واحد مشاهدي الاعزاء. هنا جلموده سلطان بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي على الصدارة، يقدم لنا جلمودة. ولكن الله يمزنا، مزنا لمحمد بن عبد الله بن زيد بن ديلة المري مع ثاني المراكز. وصلت في هذه اللحظة، وصلت هملولة محمد بن حمود بن صالح بن رجا السهلي مع ثالث المراكز، يقدم هملولة. والقادمة في هذه اللحظة وصلت الفائزة فرج بن مبارك بن فرج بن حفيظ المري وشعار بن سالمي مع الشبلة حمد بن محمد بن حمد بن سالمين المنصوري. ولكن جلمودة مشاهدي الأعزاء بن سالمين المري، نعم نعود مشاهدي الأعزاء إلى الصدارة، إلى المقدمة. يا سلام يا سلام يا جلمودة، جلمودة مشاهدي الأعزاء على الصدارة. هذه جلمودة، جلمودة تنطلق إلى نحو ناموس هذا الشوط. ومزنة يا بن ديلة، ركز مع مزنة. يا سلام يا سلام يا مزنة، مزنة مشاهدي الأعزاء خطيرة في هذا الشوط. محمد بن عبد الله بن زيد بن ديلة المري يقدم هذا الأداء الجميل، ما شاء الله تبارك الرحمن. أربع سيارات في الرصيد، في رصيد مزنة. يا سلام الله، معرض متنقل مشاهدي الأعزاء. هذه مزنة تستاهل التحية، حي مزنة حيوها. محمد بن عبد الله بن زيد بن ديلة المري، لحظات هذه اللحظات المميزة مع مزنة وانطلاقتها الأخيرة إلى خط النهاية. نهني مالك مزنة محمد بن عبد الله بن زيد بن ديلة المري على هذا الأداء الجميل. هذه مزنة مشاهدي الأعزاء تصل إلى خط النهاية وإلى بر الأمان. سلام مزنة، سلام على هذا الأداء الجميل. محمد بن عبد الله بن زيد بن ديلة المري، نهني على هذا الإنجاز الكبير والمستحق، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني جلمودة سلطان بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، ثالث المراكز أتت فيه مشاهدي الأعزاء الفائزة فرج بن مبارك بن فرج بن حفيظ، بينما المركز الرابع هملولة محمد بن حمود بن صالح بن رجل السهلي، وخامس المراكز حلت فيه الشبلة حمد بن محمد بن حمد بن سالمين المري. إذا مشاهدي الأعزاء تهانينا والناموس لمالك مزنة من فازت بناموس هذا الشوط محمد بن عبد الله بن زيد بن ديل المري. والتوقيت الزمني التوقيت الزمني مشاهدي الأعزاء، لحظة وصول مزنة إلى خط النهاية 12 دقيقة 50 ثانية بدون أجزاء من الثاني. تهانينا وناموس لمالك مزنة محمد بن عبد الله بن زيد بن ديلة المري. المركز الثاني جلمودة وصلت في ثاني المراكز، جلمودة للسلطان بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي. 12 دقيقة 52 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس للفلاحي على فوز جلمودة في ثاني المراكز. المركز الثالث حلت فيه مشاهدي الأعزاء الفائزة لفرج بن مبارك بن فرج بن حفيظ المري. والتوقيت الزمني 12 دقيقة 56 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.